ريفينيا بقى سريع كده. اقول يا جماعه على السيرد فينتريكل. السيرد فينتريكل هو اللون الاخضر ده، وطبعا اتفقنا ليه كوميونيكيشن السيرد فينتريكل ده انتيريورلي عن طريق انتر فينتريكولار فورامن. بمين؟ باللاترال فينتريكل ده انتيريور، وبوستيريور متصل بايه؟ بالسريبرال اكويداكتو سيلفيس. شكل السيرد فينتريكل ايه؟ الريجولار ان شيب، وده عباره عن بيربنديكولار كافيتي ربنا حاطه ما بين السلمس اليمين والسلمس الشمال. بص كده اهو على الباوندريز بتاعه السيرد فينتريكل. الانتيرو وول بتاع عباره عن مين؟ عن اللامينا تيرمينالس و الانتيرو كوميشن و معدي هنا كمان الكولم اوف ذا فورنكس. ده البوستير وول. البوستير وول معمول بال من تحت لفوق، بال اوبننج اوف سيريبرال اكويداكت. اطلع فوق البوستير كوميشن باينيال بادي هابينيولار كوميشن. الميديال وول سوري اللاترال وول. اللاترال وول معمول بمين؟ فينا اول سالكس مهم جدا ماشي من السريبرال اكويداكت ابورد اند فورورد لحد الانتر فينتريكولار فورامن اسمه هايبوثالاميك سالكس. اللاترال وول فوقيك يبقى معمول بال سالامس، والادهيجن اللي ما بين السالامس اليمين والشمال اسمها انتر سالاميك ادهيجن. تحت السالكس ده المنطقه دي اسمها فيرتيكال بارت اوف ذا هايبوثالامس. الانفيرور باوندر بتاعتك او الفلور مين؟ تتقسم انتيرو وبوستيرو. انتيرو الهوريزونتال بارت اوف هايبوثالامس، وبوستيرو سب سالامس. شايفين الريسيسز بتاعتنا عامله ازاي؟ ده الاوبتيك كازم فوقيه سوبرا اوبتيك ريسيس بتكون اباف اند انتيرو تو ذا اوبتيك كازم. وفي انفانديبولار ريسيس بتكون بيهايند ذا اوبتيك كازم. شايفين هنا بقى ريسيس اللي داخل في الستوك اوف ذا باينير بود ده اسمه باينير ريسيس، والريسيس اللي فوق الباينير بود ده اسمه سوبرا باينير ريسيس. وبين لك الشكل بتاعنا اللي هو الريجولار ان شيب اوف ذا سيرد فينتريكل. ده ريفيجن سريع على الرسمه الحلوه جدا دي للكونكشن والباوندريز والشيب اوف ذا سيرد فينتريكل.